أجر أبهم إن شاء الله ربي يحمون وسعى إن شاء الله ربي يحسن فيه إن شاء الله الله يثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله يا رب حتى الولي تعشكون لي فيهم الولي تعشكون فيهم اللي يتبقى في الربيع ضروية 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 على الدين ضروية على الدين ضروية على الدين راحوا رحلة قدر الله ما شاء وحب يروح في ذي الرحلة حب يروح حب يروح قلنا له خلي العطلة قال لك لا لا نروح في ذي الرحلة لهذه الرحلة نروح فيها حب يروح مع الرحلة تلقي أنا تلقيت الخبر بعد المغرب بعد المغرب عيطوا لي قال راهي كان طاح أمبان في الطريق حوس على جيراني ديتهم كي لحقنا قدام اللي يكون وين يقرا هو لقينا الأمن والآخر قال لك ماشي أمبان راهي قضية احنا سمعنا الخطرة الأولى قال لك تسمم بعد قال لك لا لا في البحر حتى 12 اللور نجي الأمن خبرنا بالله من الوقت سمعتوا أنتم متأكدتم الحديث؟ متناشر الله ماش كتبت بلك 12 وشي والله 12 وشي هكذا بدأ بالخبر 12 و 20 بدأ الخبر يطيح بدأ الخبر يطيح ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه ربي يرحمه إن شاء الله ربي يرحمه فيا رح يروح اسم أميل أبوس محبوب وفي اللي في ليكون في ال هو يطريني في الكاراتي يديله دائما والله غير دائما قال لي كي يدخل يحبني هنا قال لي نقول له مولك الشيخ تاعو لا لا انا نحبه قال لي لا لا يقول لي انا نحبه والله غير هنا يما وباباه ما كانوش باغيين يروح هو اللي انسيست قال لهم لازم نروح كنت حابين نخليه يروح والله هي في الناحيه الاخر مانيش شغل رحله مش مرتاح مرتاح انا هنا عشوه كامله رايح وجاي صدري ضيق مانيش في حالي نروح نمشي نطلع نهبط حاسب اللي كاينه حاجه سيرتو كعيط عيطت 12 ابيل ما رفدتش وزاد عمو 3 15 ابيل محسوبه ما رفدتش ثم عرفت بلي ما عرفتش ان شاء الله ما عرفتش 12 ابيل عيطت ما رفدتش ان شاء الله ربي يعاودكم عليه